وطبعا طالما ان مثلا مثلا ما يتعلق بالمؤسسات الموجودة في المنطقة الشرقية وضرورة إنهائها فورا. المشري أشار إلى أن هنالك العديد من المواضيع الهامة والحاسمة التي قال أنه تم تأجيلها، وهي ضرورة إنهاء جميع المؤسسات الموجودة في المنطقة الشرقية بشكل فوري على حد قوله. سواء كان هذا الإرهاب يستخدمون السلاح في درنة، تصنفهم كإرهابيين نعم أم لا؟ مش كلهم إرهابيين، فيه إرهاب. وفي حديث ملتوي يترجم موقف جماعة الإخوان المسلمين اتجاه أذرعها المسلحة ممثلة في مجالس الشورى الإرهابية، اعتبر المشري الحرب على شورى درنة تنظيم القاعدة وقائدهم المصري المتطرف عمر رفاعي سرور ليست حربا على الإرهاب، بل تصفية لخصوم سياسية، وذلك في إشارة منه إلى أن هؤلاء المتطرفين هم ذراع عسكري لفصيل سياسي لم يذكره. كان أولى بحفتر أن يضع يده في يد الثوار. واستمر المشري في حديثه متحدثا عن رواية غريبة مفادها أنه كان على القائد العام لما قال أنه التحالف مع الثوار لمحاربة الإرهابيين في بنغازي، ليصف بعد ذلك الإرهابي وسام بن حميد الذي يبايع تنظيم داعش بأحد قادة الثوار. حفتر هو قوة أمر واقع وليس قوة. لقاء باريس الذي قال مراقبون أن نتائجه ورياحه قد تأتي بما لا تشتهي سفن قطر وتركيا وغيرها من الدول وحلفائهم من جماعة الإخوان المسلمين والمقاتلة الإرهابية، ما يظهر مدى تمسكهم بفوضى الميليشيات في محاولة منهم لاستمرار وجودهم. لقناة ليبيا الحدث، مجدي عطية. أكد رئيس المجلس الرئاسي المنتهي الصلاحية فايز السراج التزامه الكامل بمخرجات ملتقى باريس حول ليبيا، وأنه يقف على مساحة واحدة من الجميع حسب تعبيره. هذا ودعا السراج في بيان له الجميع بتقديم التنازلات للوطن، مثنيا على الدور الفرنسي لرغبتها في دعم التوافق بين الليبيين. كما أكد رئيس المجلس الرئاسي المنتهي الصلاحية على ما أسماها بالخطوط الحمراء متمثلة في وحدة التراب الليبي وسيادته ومصلحة المواطن في تقرير مصيره وفرض إرادته من خلال التوجه إلى صناديق الاقتراع. دخلت ليبيا إلى حالة من الفوضى العارمة وعدم الاستقرار عقب سقوط النظام السابق، وأصبحت الساحة الليبية مرتعا للجماعات المتطرفة والدول الطامعة للقفز على مقدرات الشعب الليبي وسلبها، وهو التحرك الذي أدخل البلاد في مستنقع الفوضى الأمنية والمؤسساتية. المزيد في التقرير التالي. بعد سقوط النظام السابق دعت عدد من الدول الإقليمية والدولية بقيادة قطر وتركيا الميليشيات المسلحة في ليبيا، ورفضت حل هذه الميليشيات ومواجهة أي مشروع وطني لبناء جيش موحد، ورفض تنظيم الحمدين أي تحرك ليبي لبناء جيش وطني قوي، وعمل على دعم تواجد الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، وروجت الدوحة لفكرة ما يعرف بالحرس الرئاسي الذي يتولى حماية الحدود ومؤسسات الدولة، رافضة بشكل قاطع بناء جيش ليبي. ومع هيمنة جماعة الإخوان الإرهابية والجماعة الليبية المقاتلة على المشهد السياسي الليبي، باتت قرارات المؤتمر الوطني العام المنتهي ولايته تمرر بقرار أمراء الحروب الذين استخدموا الرصاص لتمرير قرارات تتماشى مع وجهة نظر قطر، وهي الحالة التي عززت نفوذ الميليشيات المسلحة والمتشددة في العاصمة طرابلس. وفي ظل حالة التشتت والفوضى التي عاشتها ليبيا، خرج المشير خليفة حفتر من قلب مدينة بنغازي حاملا الراية الوطنية الداعية لبناء جيش وطني ليبي موحد لمكافحة الإرهاب والتطرف والبدء في بناء مؤسسة وطنية قوية قادرة على حماية القرار الليبي من العبث التركي والقطري الذي دعم ومول وسلح الجماعات المتطرفة في التراب الليبي. القائد العام للقوات المسلحة تعدى رعاة الإرهاب ومضى بخطوات ثابتة في بناء جيش وطني، ومع النجاحات المستمرة والدعم الشعبي الليبي للمشروع الوطني للمشير خليفة حفتر، بدأ العالم يدرك أنه بات الرقم الصعب في المشهد الليبي، وذلك بسبب دوره الكبير في توحيد أبناء الشعب حول مشروع يقودهم إلى التحرر من التدخلات الخارجية ويحقق تطلعات أبناء الشعب الليبي. وبالتزامن مع النجاحات، تدخلت دول الاعتدال العربي لدعم الجيش الوطني في المحافل السياسية وعبر وسائل الإعلام، وهو التحرك الذي قوبل بترحيب شعبي ورسمي ليبي وتأكيد على تقدير ليبيا للدعم الذي تقدم
يقدمه الاعتدال العربي إلى الشرعية الليبية. لم تصمت الدوحة وأنقرة وتحركا معا لإفساد الحالة الوطنية التي يقودها المشير خليفة حفتر، وذلك بتمويل جرافات الموت التي تحمل المتفجرات والأسلحة إلى الإرهابيين في المنطقة الشرقية، إضافة للدور الخبيث الذي لعبته الدوحة جنوب ليبيا عبر إرسال طائرات تحمل الذخيرة إلى ميليشيات وكتائب متشددة، وذلك لمواجهة تمدد الجيش الوطني الليبي في منطقة الهلال النفطي وجنوب البلاد. مشاركة المشير خليفة حفتر في اجتماع باريس جاءت لتؤكد فشل المشروع القطري والتركي في ليبيا والتأكيد على دعم الشرعية الدولية لمشروع الجيش الوطني الذي يقوده، ما يؤكد اقتناع المجتمع الدولي بحاجة ليبيا إلى مؤسسة وطنية عسكرية قوية قادرة على دحر الإرهاب. في ظل توتر الحركة السياسية في البلاد وانقسام آراء المواطنين والسياسيين بين تأكيد ورفض للانتخابات الرئاسية حول الاجتماع المنعقد في فرنسا، عدسة ليبيا الحدث تجولت في مدينة جدابية لترصد آراء المواطنين حول اجتماع باريس. أنا نأيد الاجتماع ومبارك للاجتماع بحكم أنه يأيد للتوحيد وبالأخص توحيد القوات المسلحة وتحت قيادة مدنية. نحن نبارك هذا الخطوة ونبارك الانتخابات ونأمل أنها تكون أسرع من الوقت اللي مطلوب توه. نقول إن شاء الله بإذن الله الرؤية إن شاء الله واضحة وإن شاء الله يصير منها، وبإذن الله اتفاق اجتماع فرنسا هذا بإذن الله يوصلنا إن شاء الله إلى حل ليبيا كلها ويلم ليبيا كلها إن شاء الله. الحل الوحيد والانتخابات خبات والله بدل لنا حل، حلها الوحيد البلاد المشير يمسكها بس، خاطب المشير والله من أبو حد الله، اتفاق السياسي والله ما ينفع كله تو. جمع المشير خليفة حفتر والسراج والمشري ومستشار عقلي صالح، الانتخابات تو ما استيش منها، موج ناظرينها، الجيش ضروري أهم حاجة، الجيش قبل، الجيش خط أحمر طبعا. الانتخابات في ظل الانتخابات والحرب تو وتقول وفيس سراج قال تصعيد الحرب في درنا، قال الاطراف الجيش يوخر من درنا، كيف يوخر من درنا وانت يضم دواعش مش محترف بهم تو انت. ان شاء الله اجتماع فرنسا اليوم مع المشير، وان شاء الله ان شاء الله انتخابات 100 100 ونفضل الغش ورب يوفق البلاد ونحن مع المشير ان شاء الله. والله الراي راي المشير، نحن مع المشير، عرفت المشير يمسك لنا الجيش ويسيطر على البلاد كلها ويخلي البلاد كلمه واحده ان شاء الله. ان شاء الله يحط هو الرئيس ويدير انتخابات هو تحت يده، هو يقعد المنظمات، ما فيش غش، ما فيش اغتيال، لا فيش مواضيع بكل، عرفته. اجتماع فرنسا هذا طبعا نحن اللي يقولها المشير اللي ماشي، بالنسبه للانتخابات الانتخابات هذينا برضو حتى ان اللي يقولها المشير اللي ماشي، والمشير هذا ولي امرنا وهذا كل هيك، هذا كل صراحه نحن ثيقين في سياده المشير اكثر من سياده المشير نقلنا، ما انا ثيقين في حد اخر صراحه. منحت القوات المسلحة الإذن لجهاز الإمداد الطبي فرع الجبل الأخضر التابع للحكومة المؤقتة بدخول شحنة من مستلزمة غسيل الكلى إلى مدينة درنا، وأوضح الجهاز في منشور له بأن غرفة عمليات عمر المختار سمحت للشحنة بالدخول إلى درنا بعد اتخاذ الإجراءات المعمول بها من حيث التفتيش والتدقيق على الحمولة، مشيرا إلى أنه قد قام بتسليم الشحنة من مستلزمات غسيل الكلى إلى مستشفى الوحدة بمدينة درنا بعد أخذ الإذن من غرفة العمليات حيث تم تسليمها للمندوب. بخطى ثابتة تواصل القوات المسلحة تقدمها إلى مدينة درنا وما يجاورها. التقرير التالي يطلعنا على آخر تطورات الأوضاع العسكرية بالمدينة. منذ إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة انطلاق العمليات العسكرية بدرنا في 7 مايو، مواقع هامة واستراتيجية تمكنت قوات الجيش من السيطرة عليها، منها حجاز الشيحة الغربية وحي بخب المدخل الجنوبي ومرتفعات تمسكت والقلعة القديمة بمدخل درنا الغربي، والتي تعتبر المعقل الرئيسي لتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي. تزامنا مع هذه التقدمات، الطيران الحربي قام بعدة طلعات جوية ومكثفة
دمرت آليات داعش المتمركزة بالعمارات الكورية. هذه القياسات اللي يعني على الخريطة هي قياسات جوية، هي قياسات مستقيمة، ولكن على الأرض المسافة الحقيقية 110 كيلومتر. في السابق كان المحور الأول 34 كيلو، المحور الثاني كان 29 كيلو ونص، يعني حوالي 30 كيلو، المحور الرابع كان حوالي 11 كيلو، الثالث أسف الرابع كان 15، المحور الساحلي كان 14 كيلو. الآن في هذه اللحظات نحن نحاصر العدو داخل مدينة درنة وبعض أجزاء المدينة الآن تحت سيطرة القوات المسلحة. كما وزعت مناشير على سكان المدينة تطالبهم بنبذ العنف والإرهاب ومساندة القوات المسلحة التي تسعى لتطهيرها من داعش، وسط أوضاع إنسانية سيئة يعيشها الأهالي بسبب سطوة داعش على المدينة، وهو ما أكده الناطق باسم القوات المسلحة في مؤتمر صحفي عقد على تخومها. الأمور الإنسانية الآن من الصعب جدا إدخال أي شيء داخل مدينة درنة. السبب مش القوات المسلحة، السبب حتى في سائقي السيارات الشاحنات يقولوا لي عاد شيل الدرنة، يقول لا غير آمنة، لا الطريق فيها دواعش، الطريق فيها زنادقة، الطريق فيها كذا، وبالتالي هنا نجد صعوبة. نحن نبحث عن وسيلة، وبإذن الله الساعات القادمة حتكون فيها وسيلة جيدة جدا لإدخال كميات وفيرة من المواد الغذائية، وخاصة لها علاقة بالأطفال والنساء، وكذلك الأكسجين والخاص الأدوية الخاصة بالمستشفيات. لتكون درنا بهذه الانتصارات قاب قوسين أو أدنى من إعلانها مدينة محررة. صفاء الحاسي، ليبيا الحدث. قامت مديرية أمن شحات بإرسال قوة قتالية لمساندة قوات الجيش في محاور مدينة درنة، وذلك بعد أو بناء على تعليمات من مدير أمن شحات بإرسال سرية حماية مديرية أمن شحات وقوة من جهاز الهجرة غير الشرعية بمدينة شحات بكامل العتاد والآليات لمساندة قوة الجيش في المحور الغربي للمدينة. هذا ويأتي ذلك بعد أن صدرت تعليمات في وقت سابق لكافة المراكز والأقسام بمساندة قوات الجيش في حربه ضد الإرهاب. يذكر أن سرية الحماية لمديرية أمن شحات كان لها دور فعال في معركة الهلال النفطي ومساندة الجيش في تحرير الحقول النفطية. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن تقديمها شحنة من المساعدات إلى العائلات النازحة من مدينة درنة إلى بلدة مرتوبة. وأوضحت المنظمة عبر موقعها وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأن المساعدات استهدفت 65 عائلة نازحة من درنة في بلدة مرتوبة، وتضمنت أفرشة وأغطية ومستلزمات النظافة. أفاد مصدر مقرب من مكتب النائب العام لقناتنا بقيام رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الزور بإصدار أوامر قبض في حق 800 متهم بضلوعهم في قضايا تتعلق بالإرهاب. وأكد ذات المصدر على أن أوامر القبض جاءت بعد انتهاء التحقيقات مع العناصر الإرهابية في كل من سرت ومصرات وطرابلس، مضيفا أن من بينهم 260 من العناصر الإرهابية تتواجد حاليا في مدينة درنة عليها أوامر قبض من النائب العام. ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري داريل عيسى رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومية بمجلس النواب الأمريكي وعضوية النائب الديمقراطي ستيفن لينش رئيس الأقلية بلجنة الأزمة الليبية. وأكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إن وزير الخارجية المصري حرص على الإجابة عن مجموعة من الاستفسارات التي أثارها وفد الكونغرس والتي تمحورت حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأبرزها الوضع في ليبيا وتحقيق التوافق الوطني. وأضاف أبو زيد أن الوفد الزائر أكد على أن مصر أحد أهم الدول في منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة الاستراتيجية للولايات المتحدة.
دعا البرلمان الأوروبي في توصية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا نهاية العام الجاري، هذا واجتمعت الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، وتضمنت إجراء تصويت بشأن قرار توصية حول ليبيا، حيث صوت 486 عضو لصالح القرار، فيما رفضه 150 عضو وامتنع 44 آخرين عن الإدلاء بآرائهم. هذا ودعا البرلمان مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية إلى تكثيف جهودهم الدبلوماسية لدعم خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا، لافتين بأنها إطار العمل الوحيد القابل للتطبيق لحل الأزمة الراهنة. احتفلت السفارة الإيطالية لدى ليبيا بيوم الجمهورية الإيطالي في العاصمة طرابلس، وأظهرت الصور حضور عدد من جماعة الإخوان والمقاتلة الإرهابيين للاحتفال، من بينهم محمد العماري عضو المجلس الرئاسي المنتهي. وأفادت السفارة في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الاحتفال أقيم تحت رعاية جمعية أينيس وشركة إنفازبا وخدمة الملاحة الجوية الإيطالية وعدد من الداعمين لها في ليبيا، لافتة بأن الاحتفال كان يحتفي بأجواء الليالي الرمضانية في ليبيا. أصدرت بلدية غريان التابعة لحكومة الوفاق المنتهية الصلاحية بيانا، وذلك على خلفية اغتضاف المواطن فيصل إبراهيم من البلدية، حيث أدانت البلدية في بيانها عملية الاغتضاف والإخفاء القسري التي تعرض لها المواطن فيصل إبراهيم والذي يعمل بالإدارة العامة بالمصرف الزراعي ببلدية جنزورة. وكما جاء في نص البيان، عملية الاغتضاف جاءت بدون أي سند قانوني يخولهم بحجزها، مناشدين في البيان جهة الاختصاص والنائب العام للتدخل لإطلاق سراح المختطف وعودته لأهله واتخاذ ما يلزم بالخصوص. أعلن مجلس الحكماء والشورى لمدينة تورغاء عن رفضه لما جاء في المسودة النهائية لميثاق الصلح بين تورغاء ومصراتة، مرجعا ذلك بأنها لا ترتقي إلى المبادئ والأسس المتعارف عليها في مواثيق الصلح الاجتماعية. وأشار المجلس في بيان له إلى عدم رفضهم الصلح والتعايش السلمي وحسن الجوار بين المدينتين، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل بشأن إنهاء معاناة أهالي تورغاء وطي صفحة الماضي والبداية لتأسيس مصالحة شاملة في ربوع ليبيا. وأكد البيان على أن الممثل الوحيد لمدينة تورغاء اجتماعيا هو مجلس الحكماء والشورى والمتمثل في عشائرها والقبائل القاطنة، محذرا من التصرفات والخروقات الفردية التي يقوم بها بعض أبناء المدينة بغية الوصول إلى حلول دون التنسيق مع المجلس. أكد أهالي تورغاء بكافة تركيباتها السياسية والاجتماعية رفضهم القاطع لمخرجات الحوار الذي وصفوه بالظالم والمشؤوم والناتج عن ميثاق الصلح بين لجنتي مصراتة وتورغاء. هذا فيما أكد أهالي مدينة تورغاء في بيان لهم أنهم مع الحوار والسبل الحثيثة الرامية للمصالحة الوطنية بين تورغاء ومصراتة والعودة إلى مدينتهم دون قيد أو شرط، مجددين رفع الغطاء الاجتماعي لكل من يحاول أو يفاوض بقضية تورغاء دون تكليف من أهالي المدينة. واحد، العودة الآمنة لمدينة تورغاء دون قيد أو شرط. اثنين، رفض مخرجات الحوار الظالم ومسودة ميثاق الصلح بين تورغاء ومصراتة. ثلاثة، نرفض كافة التهم الكيدية ضد أهالي تورغاء والمتمثلة في الاغتصاب والتي بموجبها تم تهجير سكان مدينة تورغاء وسرقة وحرق وتدمير المباني الخاصة والعامة وفقدان وقتل المئات من أبناء تورغاء. أربعة، نامل من القبائل الليبية عدم الانجرار وراء اتفاق أو أي اتفاق يحصل بين أي طرف من تورغاء غير مخول أو غير شرعي. خمسة،
لجنة الحوار والمجلس المحلي تورغاء من تاريخ هذا البيان غير مخولين بإجراء أي حوار يمثل تورغاء. 6 رفع الغطاء الاجتماعي عن كل من يحاور أو يفاوض أو يناقش قضية تورغاء مصراته على المستوى الرسمي دون تكليف من أهالي تورغاء. 7 في حالة فشل المساعي الحميدة بين تورغاء ومصراته من أجل المصالحة الوطنية، أبناء تورغاء لهم الحق في اختيار الطريق المناسب لاسترداد مدينتهم. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف رئيس مجلس الحكماء والشورى تورغاء الدكتور العايش قليوان من مدينة طرابلس. سيد العايش أهلا بك. مساء الخير حضرتك وقناة ليبيا الحدث ولكل مستمعي قناة ليبيا الحدث. نعم. ونفسي في هذا المساء لأهلي تورغاء أينما كانوا وحلوا في المنطقة الغربية والشرقية والجنوبية وفي كل مكان حقيقة. نعم. أنا حقيقة سمعت الآن مقتطفات من بيان أهالي تورغاء في المنطقة الشرقية. شاكرهم على البيان تاعهم، وهذا ملحق للبيان اللي صدر من الحكماء والشورى منطقة تورغاء، ويجب أن يفهم الجميع أن البيان اللي صدر من الحكماء والشورى هو ناتج عن مكونات تورغا قبائلها وعشائرها انه تمثل الثلاث عشيره القواضي وصلاتنا والحارة ومجلس الحكماء اللي هو يمثل فيها الممثل الشرعي الوحيد بهذا الموضوع. نعم نعم دكتور. من اهلنا في تورغا كل مكان اللي يتبعوا فيه حاليا ان منذ 2011 نحن عاكفين من أجل الوصول إلى حل لإنهاء معاناة أهلنا تورغاء اللي هم موجودين في الأعراف، المخيمات السكنية، كل مكان حقيقة. بعد هالمخاض اللي حصل في طيلة سنتين أو 3 سنوات حول اتفاق عودة النازحين وجبر الضرر للمضطرين من إسراتا، واللي باركناه نحن وباركات الأمم المتحدة وبارك العالم وباركوه الجميع، واللي تخلل باعتماد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، واللي حدد فيه موعد العودة في 1/2، كل هذه الأشياء الجميلة اللي حصلت نحن تمسكنا بهذا الاتفاق اللي حصلنا بين المدينتين، وشاكر لجنة تورغا مصراتة اللي عكفت 2.5 سنين على هذا الموضوع. بعد هذا باش اللي يعرف الناس حتى متبعين هذا الموضوع في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب وحتى في مصرات يعرف هذا الموضوع، شكلنا لجنه اجتماعيه من الطف، تواصلت مع لجنه اجتماعيه من مصرات ولكن اختلفت هذه الجهات في المستندات، وجلسنا مع بعضنا البعض وحاولنا نخرج بمسوده توضيحيه واضحه. نعم. طيب الحديث عن هذه المسوده دكتور العايش، يعني ما هي اهم نقاط الاختلاف التي تروها من وجهه نظركم التي خرجت بين اللجنتين من الميثاق او مسوده الميثاق الصادر للمصالحه بين تورغا ومصراته؟ تمام. نحن الميثاق الاول هذا معلش غبار ومعلش اختلاف متفقين عليه. الميثاق الصلح الاخر اللي هي مسوده الخلاف واللي حصلنا الخلاف اللي موجود ما بين المسودتين، الاخوان في مصراتة عندهم رؤيه في المقدمه وعندهم رؤيه في بعض الاشياء، والاخوان في تورغا كانت عندهم رؤيه مغايره في المقدمه، وهذه المقدمه يراها لا تخدم اهالي تورغا، وهذه المسوده لا تخدم حقيقه يعني والناس اللي شافوا هذا الموضوع وكل اهالي تورغا وكل الشارع التورغي وكل قبائل تورغا وعشائرها، وعرضنا هذا الموضوع على العشائر والقبائل القاطنه ومستشارين وكل الناس ورفضوا حقيقه ما جاء في المسوده، ولكن تورغا لا ترفض الصلح. باش يبدو الناس فاهمين. تورغا لا ترفض الصلح، لا ترفض التعايش السلمي، لا ترفض حسن الجوار، ولكنها ترفض ما جاء في المسوده. نعم. اشكرك دكتور العايش قليوان، كنت معي من العاصمه طرابلس، شكرا جزيلا لك، رئيس مجلس الحكماء والشورى تورغا، شكرا جزيلا لك. أقيم بمعهد تدريب الشرطة ببنغازي حفل تخريج الدفعة 62 لمنتسبي الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية، حيث كان عدد الطلبة الخريجين 250 عنصر برتبة شرطي تلقوا على إثرها تدريبات خاصة على مدى الأشهر 3 الماضية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
أقيم بمعهد تدريب الشرطة في بنغازي حفل تخريج الدفعة 62 لمنتسبي الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية. وفقا لمدير مكتب الإعلام بالإدارة العامة للبحث الجنائي مساعد ضابط وليد العرفي، قال إن هذه الدفعة التي ضمت 250 عنصرا من مختلف أقسام الإدارة العامة للبحث الجنائي تلقت تدريبات اشتملت على عدة جوانب ميدانية ونظرية، حيث هدفت إلى تدريب وأعداد كوادر أمنية علمية مؤهلة لاستلام مهامهم في المؤسسات الأمنية، لافتا إلى أن المتدربين تلقوا خلال هذه الدورة على مدى 3 أشهر جملة من العلوم الأمنية والقانونية والعلوم المساعدة وتدريبات ميدانية خاصة. كما أن الدورة تركزت على تزويد رجال الأمن بالقدرات اللازمة للخوض في أخطر المداهمات وأصعب الظروف المناخية والبيئية من خلال مطاردة العناصر الإجرامية داخل المدن واستدراجهم للمناطق المفتوحة وفتح ثغرات في الأماكن المبنية. يأتي تخريج هذه الدفعة ضمن المتابعة الحثيثة والجدية لوزارة الداخلية بهدف الارتقاء بقدرات رجل الأمن إلى مستوى الأفضل، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها ليبيا في حربها ضد الجماعات الإرهابية. وفي كلمة لوزير الداخلية حي المستشار إبراهيم بوشناف خرجي هذه الدفعة، معلنا ترقية 10 الأوائل إلى رتبة نائب عريف بالإدارة العامة للبحث الجنائي. وأوضح وزير الداخلية أنه يطمئن الجميع أننا توصلنا إلى نتائج في تفجير شارع جمال عبد الناصر بعد تفريغ كاميرات المراقبة، ونحن رهن إشارة النيابة العامة التي تجري تحقيقاتها في الحادث المأساوي. وأوضح بوشناف أن العدو الإرهابي لن يهدأ له جفن حتى ينغص فرحتنا بهزيمته من حين إلى آخر، مؤكدا أن رجال الأمن سيقفون للإرهابيين بالمرصاد حتى تحرير كافة ربوع الوطن من الجماعات الإرهابية. في المقابل، ها هي بنغازي تحتفل بتخريج دفعات جديدة لتطهير البلد من الدنس والنجس. مشاهدينا، ختام النشرة وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. القوات المسلحة تحبط هجوما إرهابيا على قاعدة تمن هند. المشري أول الخارجين عن اتفاق باريس يقر بتبعيته للإخوان المسلمين الإرهابية. والنائب العام يصدر أوامر قبض متعلقة بإرهابيين من بينهم 260 إرهابيا موجودين في مدينة دم. مشاهدينا، ولمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب تليجرام، وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة. كما يمكنكم أيضا متابعة البث الحي والمباشر على موقع القناة الرسمية ليبيا الحدث .net. شكرا جزيلا لطيب المتابعة مشاهدينا، ودمتم في أمان الله وحفظه.